السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد. طبعاً اليوم أنا مرة مبسوط ومرة متحمس وما أدري شو أقول وكيف أبدأ الفيديو، ولكن شوفوا إيش وصلني. تو إن اليوم استلمت درع المليون، ومثل ما تشوفون باقي مغلف، ما قد فتحته ولا شفت كيف شكله ولا شيء، وقررت إني أفتحه قدامكم عشان أشارككم هذه اللحظة. ولكن فيديو اليوم مو بس عن درع المليون، وكمان بقول لكم قصتي مع الملكة وليش الملكة بسة مميزة عندي. من فترة سألتكم إذا حابين إني أقول لكم قصتي مع الملكة وليش هذه البسة بالذات مميزة عن باقي البساس عندي، فكان في تفاعل مرة قوي على هذا الموضوع في كل مكان تقولون لي نزلنا قصة الملكة. وقبل ما أقول أي شيء، ألف شكر لدعمكم القوي والمتواصل. صراحة ما توقعت إني بوصل مليون بهذه السرعة، فألف شكر لكم، ما تدرون لأي درجة أنا مبسوط وفرحان وما أدري شو أقول لكم يعني أكثر من كذا، ولكن وصلنا درع المليون. فخلونا الحين نبدأ الفيديو عشان أقول لكم إيش قصة الملكة ونفتح درع اليوتيوب سوا. طبعاً قبل ما نبدأ ونشوف درع اليوتيوب، حاب أقول لكم أول شيء قصة الملكة لأنها قصة بسيطة ومختصرة وفي كثير منكم ينتظرونها، فحبيت إني أبدأ فيها أول شيء. طبعاً القصة هذه يعني ما بقول لكم تفاصيل كثير، ولكن بخش في الموضوع على طول. طبعاً أنا ربيت بساس كثير قبل الملكة وصارت ظروف، يعني في بساس هربت، في بساس اضطريت إني أطلعها، في بساس أعطيت ناس، ولكن الملكة بالذات صار معاها قصة مرة مميزة وحبيت هذه البسة بشكل مو طبيعي بعد هذا الموقف اللي صار. طبعاً الملكة كانت عندي من يومي صغيرة، وبعدين كبرت حملت أول حمل لها، وفي هذيك الفترة كانت أول مرة أربي بسة في البيت وتولد عندي داخل البيت. يعني في بيتنا القديم كان عندي غرفة فوق السطح، وهذه الغرفة أحط فيها كل البساس. في الملكة كانت أول بسة أربيها في البيت وتولد عندي داخل في البيت. طبعا الملكة أول ولادة لها جابت أربعة، هذول البساس الأربعة كانوا مرة مشاغبين، وطبعا أول ما بدأوا يروحون الحمام ما أقول لكم إيش صار، دمروا البيت بمعنى الكلمة، يعني مو وسخوا أو يعني خربوا أو سووا حاجة زي كذا، لا هم دمروا البيت حرفيا. والملكة كانت هذه أول ولادة لها، يعني ما كانت تعرف تهتم بالصغار، ما كانت تعرف حتى تعلمهم يروحوا الحمام ولا شيء. المهم ما أبغى أطول الموضوع عليكم، صار يوم أن أمي ما تحملت وقالت البسة هذه لازم تطلع. طبعا يعني في هذا الموقف ما تقدر تسوي شيء غير أنك تطلع البسة، وفي هذاك الوقت ما كنت أعرف ناس أني ممكن أعطيهم البسة أو أبيحة أو أسوي حاجة زي كذا، فأضطريت أني أطلعها. طبعا هذا الكلام صار الساعة 11 في الليل، وديت البسة في مكان زي المزرعة كذا، في ناس هناك وفي عمال كثير بحيث انه يكون في موية وفي ناس يهتمون فيها. طلعت الملكة واولادها الاربعة، يعني صار معي الحين خمس بساس اللي هي الملكة واولادها الاربعة، شليتهم معي وانا صراحة كان قلبي يتقطع وكنت حزين، ولكن عرفت اتعامل معاهم في هذاك الوقت. والبسة ما كانت عارفة ايش تساوي، وامي ما قدرت تتحمل الموضوع فقالت لازم يطلعون. وديتهم لهذاك المكان، حطيتهم في مكان معين، يعني الله يكرمكم كان في سطل كذا حق زبالة، كان هذا السطل جنب المزرعة، حطيتهم في هذاك الموقع. وصراحة مشيت على طول ما طالحت ولا قعدت أفكر كثير، يعني لو أجلس دقيقة واحدة برجع أشيلهم وأرجعهم البيت. رجعت البيت وزي ما قلت لكم هذا الكلام كان الساعة 11 في الليل. مرت كذا ساعة، تعشيت وجاء الوقت حق النوم، حاولت أنام ما قدرت أنام، جلست طول الليل أتقلب وأفكر في البسة اللي خليتها في الشارع. في هذاك الوقت كنت أحبها شوية لأنها جلست معايا فترة من يوم صغيرة لين كبرت وولدت عندي، وعلى طول طلعتها فحسيت يعني تأنيب ضمير ما أقول لكم لأي درجة. طبعا ما قدرت أنام هذاك الليل وقعدت صاحي إلى الفجر. طبعا أول ما جت الساعة 5 الفجر ما قدرت اني انتظر اكثر، قلت لازم اروح اشوف اذا البسة باقي موجودة ولا لا. وطبعا رحت في هذاك المكان وحصلت الملكة واقفة عند سطل الزبالة اللي حطيتها عنده، واقفة تنتظرني حرفيا، يعني ما تحركت ولا راحت اي مكان. وفوق هذا كله اول ما وقفت السيارة ونزلت بدون ما اطلع اي صوت، بدون ما ادعيها، بدون ما اسوي اي شيء، على طول جت عندي مباشرة كأنها عارفة اني انا محمد. يعني انا استغربت وتعجبت وحبيت هذه البسة بشكل ما تتخيلونه، يعني زي ما قلت لكم قبل ربيت بساس كثير، وفي بساس اضطريت اني ارميها ويعني ارجع لها بعد يوم او بعد ساعتين او بعد يعني مثلا نص يوم او حاجة زي كذا مستحيل الاقيها. ادعي اصيح ادور يمين ادور يسار مستحيل الاقي هذه البسة اللي فكيتها، وكانت الملكة اول واخر بسة افكها في مكان واحصلها واقفة تنتظرني حرفيا، يعني مو واقفة كذا او كانت تدور في المكان او انها رايحة او جاية وحصلتها في نفس الموقع اللي حطيتها فيه، لا انا حصلتها في نفس المكان اللي فكيتها فيه جالسة بنفس الوضعية اللي اول ما مشيت، يعني من الساعة 11 الليل الى 4 الفجر ارجع احصلها واقفة اطالع في نفس المكان اللي انا جاي فيه. اول ما نزلت من السيارة جت عندي على طول، فكان هذا الموقف يعني ما ادري كيف اقول لكم، ولكن حبيت هذه البسة بشكل يعني حسيت انها تعرفني وتميزني، كيف ان هذا الشخص محمد يحبني وما بيرميني وجالسة تنتظرني. انا فكرت زي كذا ما ادري صار، ولكن بعد هذاك الموقف خلاص صارت الملكة بسة مميزة عندي،
ومثل ما تلاحظون البساس اللي عندي يعني كلها لها طبع، والملكة لها طبع مختلف. ما تهاجم البساس إلا لو كانت البسة هذه هاجمتها. الملكة مرة نظيفة، تهتم بأولادها وتعرفني وتسمع الكلام وتعرف صوتي، وعندها شخصية وتزعل. إذا كان هذا هو الموقف، ممكن في ناس يشوفونه موقف بسيط أو تافه أو ما أدري كيف تفكرون، ولكن بالنسبة لي ولأني جربت أربي بساس كثير، اضطريت أني أفكها في مكان أو أنها تلاقي فرصة وتهرب من البيت أو حاجة زي كذا، كان من المستحيل أني أحصلها. في مرات أحصل بس ألاقيها تنباع في محل، أو أحصل صورتها في موقع زي حراج أو كذا معروضة للتبني أو للبيع، يعني مواقف زي كذا. لكني أحطها في مكان تكون حرة والمكان يعني مفتوح مو مقفل، وتنتظرني من الساعة 11 إلى الفجر. هذا كان شيء مرة مرة كبير وما توقعت انه يصير. يعني حتى انا كنت راجع للمكان عشان زي ما تقولون اريح ضميري كذا، واقول خلاص يعني راحت وما قدرت ارجعها وارجع احاول ارقد، ولكن انصدمت اني رجعت وحصلتها موجودة. كانت هذه القصة اللي يعني ميزت الملكة عن باقي البساس. وبس يعني هذا هو الموقف اللي صار. صح انه موقف بسيط، ولكن بالنسبة لي كان مرة مميز انه يصير مع بسة. ومن هذاك اليوم إلى هذا اليوم هذه البسة مميزة عندي ومرة أحبها وما أقدر أتخلى عنها. وحتى لو كل البساس اللي عندي بعرضها للتبني أو أبيعها أو أي شيء زي كذا، مستحيل أني أتخلى عن الملكة أبدا أبدا. فكانت هذه قصتي مع الملكة. الحين خلونا نفتح درع اليوتيوب. أنا مرة متحمس، مرة متحمس أشوف كيف شكله، مرة متحمس أشوف الكتابة لأني خليت الاسم مختلف شوية بتشوفوني إذا فتحته. خلونا الحين نفتحه ونشوف كيف بيكون. جاء الوقت اللي أفتح فيه الدرع. صراحة أنا مرة متحمس. انا استلمت الدرع العصر والحين الساعه 1 الليل، يعني شوفوا الوقت اللي قاعد انتظره بس عشان اصور الفيديو وافتحه معاكم. فنقول بسم الله ونفتحه. طبعا نستخدم سكينه اي كلام، بس اهم شيء انفتح الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. مره متحمس حتى ما ابغى ارفع هذه. يا الله بسم الله. شوف كيف شكله ما شاء الله. طبعا هذه رسالة حقت اليوتيوب، أول مرة يجيبونها بالعربي. شوفوا كيف حتى الكلام مو متصل، أدري كيف هو الزبدة. ما علينا، هذه مين مهمة، هذا اللي مهم. طبعا شوفوا الاسم، خليته محمد القدسي، وهنا محمد فلوج بالإنجليزي. يعني الدرع الأول حق 100,000 بوريكم بعد شوي كاتب عليه محمد فلوج، ولكن درع المليون حبيت أخليه شخصي، يعني كذا حطيت اسمي محمد القدسي كذا وبالإنجليزي محمد فلوج. خلوني اطلع الحين عشان اشوفه بشكل اوضح. عارف قاعد اتكلم كثير بس هذا حق التوتر والفرحة، عرفته ما ادري ايش اسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شوفوا كيف، شوفوا كيف شكله، وشوفوا الاسم، وشوفوا الرقم. هذا درع المليون صراحة إلى الحين ماني مستوعب، وبصراحة ما أدري إيش أقول لكم على هذا الدعم. من أول يوم فتحت القناة إلى هذه اللحظة أنزل فيديوهات ما أنزل فيديوهات، أنقطع ما أنقطع، 24 ساعة دعم متواصل، اشتراكات، تعليقات، لايكات. ألف شكر لكم من أعماق قلبي. ما أدري إيش أقول لكم، ولكن شوفوا لإيش وصلنا. وصلنا المليون مشترك في القناة. ألف ألف شكر لكم واحد واحد. أي شخص يتابعني ألف شكر لك إنك دعمتني باشتراكك، باللايك، بالتعليقات الجميلة، بنشرك الفيديو. أكثر شيء فرحني في هذه القناة هي التعليقات اللي قريتها، مثل تعليقات الناس اللي كانوا يكرهون البساس أو ما يحبونها وصاروا يحبونها وصار عندهم بسة في البيت، أو الناس اللي لقوا بسة وما كانوا عارفين يساعدونها إذا كانت صغيرة أو عندها مثلا فطريات أو حاجة زي كذا، وقدروا يساعدونها من خلال فيديوهات حقتي. تعليقات من هذا النوع بالآلاف تحت كل فيديو تقريبا، في الانستغرام، في سناب شات. فأشوف أني وصلت اللي أبغاه من هذه القناة، بحيث أني أفيدكم وأمتحكم بهذه الفيديوهات. فوصلت اللي أبغاه، وفي نفس الوقت وصلتوني المليون مشترك ووصلنا الدرع. إن شاء الله الجاي بيكون أجمل. ما أدري إيش أقول أكثر من كذا صراحة. نفسي أتكلم إلى بكرة وأشكركم إلى بكرة، لأنكم ما تدرون لأي درجة أنتم فرحتوني. وزي ما تشوفون في البداية وصلنا ل100,000 مشترك، وحاليا وصلنا المليون مشترك على القناة. وزي ما شفتوا هذا هو كان فيديو اليوم. حبيت أشارككم قصتي مع الملكة، وحبيت أني أشارككم فرحتي بدرع المليون. بصراحة ما كنت متوقع أني بوصل المليون، يعني بصراحة ما كنت متوقع أني بوصل، ولكن وصلنا المليون، وإن شاء الله الجاي بيكون أقوى وأجمل. وما أدري إيش أنا كذا شفتوا أغراض ورا ولا حاجة تنشوها. وبكذا أكون وصلت إلى نهاية فيديو اليوم. في نهاية هذا الفيديو حاب أقول لكم لا تنسون تضغطون زر اللايك، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم إشعار أول ما ينزل فيديو جديد. وهذا انستغرامي واضح على الشاشة، الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف. حياكم
واخر شيء حبيت اقول لكم للناس اللي يسالون عن زيتونه للحين ما قد ولدت، وان شاء الله اول ما تولد اكيد بعطيكم خبر على طول، واشوفكم ان شاء الله فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.